تعد مدينة تلمسان من أهم المدن الجزائرية غنى من الناحية الأثرية، بل أنها تمثل بحق متحفا للآثار الإسلامية لأزهى عصور الفن الإسلامي الأندلسي المغربي. وإن أول ما عرف من بناء يمكن أن يعتبر اللبنة الأولى لمدينة تلمسان هي بوماريا أو أجادير، التي قدم إليها إدريس الأكبر في القرن الثامن الهجري فأنشأ بها مسجدا، فكان هو أول مسجد أنشئ في تلمسان. هذا إلى جانب المئذنة التي ما زالت تتحدى الأيام، تلك المئذنة المعروفة بمئذنة أجادير. وفي القرن الحادي عشر الميلادي أسس الخليفة المرابطي يوسف بن تشفين قرية أسماها تاجرارت، وبمرور الزمن انضمت القريتان أجادير وتاجرارت وأصبحتا تكونان معا مدينة تلمسان. وفي القرن الرابع عشر الميلادي أنشأ بنو مرين أصحاب فاس في عهد أبي يعقوب يوسف سادس أمراء الدولة المرينية قرية المنصورة. وهذه المئذنة بضخامتها وجمال حليتها تعد من أبدع العمائر الإسلامية الموجودة بالمغرب والأندلس، إذ تكسو هذه المئذنة طبقة من الفسيفساء ذات الألوان المختلفة لا تزال بعضها باقية على حالها حتى اليوم. وتحتوي هذه القرية على جملة من المباني، في مقدمتها مسجد العلامة سيدي أبي مدين، وقد تم تشييد هذا المسجد بأمر من أبي الحسن أحد ملوك بني مارين الذي تولى الملك سنة 730 هجرية، إذ تحلي جدران محرابه آيات قرآنية منقوشة. ومن ضمن الكتابات المنقوشة أمر ببناء هذا الجامع مع المدرسة المتصلة به مولانا السلطان الأعدل أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبو الحسن الماريني. وضريح سيدي أبي مدين هو الآخر إحدى آيات الجمال والهندسة الإسلامية البديعة، شيده محمد الناصر بن المنصور الموحدي. والحقيقة فإن هذا المسجد يعد تحفة أخرى من آثار الفن الماريني الإسلامي للقرن الثامن الهجري. وإن كان يلاحظ بأن مستوى جمال فن العمارة في مسجد سيد الحلوي أقل منه في أماكن أخرى، إلا أن منارته الرائعة تؤكد اهتمام المارينيين بالنقوش والزخارف المنطلقة من أشكال هندسية متعددة. وقد خلف لنا المرابطون آثارا هامة في كل من الجزائر وتلمسان وندرومة، ومن ذلك حمام الصباغين وضريح الملكة وأشياء أخرى. ومن أهم ما خلف لنا في تلمسان قصر انتسب لهم ويسمى قصر المرابطين والجامع الكبير،